ما نفوت فرصة لإلنا نقدر نكون مع المسيح فرحانين، نعيش بحياة السلام كما فرح إبراهيم عندما شاهد يومه. الله معكم. اليوم بدنا نحكي عن رجال مشهور عن كل الناس بيسموه أبو المؤمنين، كل الناس بتعتبره بيهم، اسمه أبرام. كان بالعراق، طلب منه الله يترك أرضه وعشيرته، توعده الله يجي على أرض جديدة. أهله كانوا وثنيين. هالرجال أبرام سمع لصوت الله وطاعه، ترك أرضه، ترك كل شيء في عنده، أخذ مرته معه، أخذ خدامه وكل شيء بيملك، وانطلق مع الله إلى الأرض الجديدة. إجا من العراق إلى فلسطين، تغير اسمه لأنه أطاع الله، من أبرام إلى إبراهيم. مرته اللي كان اسمها ساراي سميها الله سارة. أبراهيم أبو المؤمنين، سارة أميرة. لذلك كانت هذه أهم نقطة بحياة إبراهيم، أنه تغير هالرجل لأنه ترك أرضه وعشيرته وصار إنسان جديد. فكل إنسان بيمشي مع الله بيتغير، بيصير اسمه بيلبق لحياته الداخلية. سارة عرفت أن إبراهيم بحاجة لولد، زوجته من هاجر خادمتها وجبت له ولد سماه إسماعيل. فرح إبراهيم بإسماعيل. الرب ظهر له لإبراهيم في منطقة اسمها بلوطات ممرة. اجوا ثلاث أشخاص لعنده وتحدثوا إياهم إبراهيم واستضافهم على مائدة، وقالوا له نحن طالعين على سدوم وعمورة لأنه سدوم وعمورة كسر فيها الاسم والخطية ونحن بدنا ندمرها. بيتشفع له، بيصلي لهم، بيقول لهم كرمالي أنا، بيقولوا له بس لوط ابن خيك اللي بيخلص منه. بيقولوا له لإبراهيم إنه مرتك سارة بدها تحبل، مثل هالوقت بيكون عندها ولد. سارة بتكون عم تتسمع بالخدر بالخيمة، بتطلع هيك وبتضحك، بتقول كيف أنا مرة كبيرة بدي أحبل. بيقول لها الملك بدك تحبلي يا سارة، بدك تجيبي ولد. فعلا سارة بتحبل وبتجيب ولد بتسميه إسحاق، اللي هو معنات اسمه ضحكة. وبتتعلق في سارة وبيتعلق في إبراهيم لأنه إسحاق هو ابن سارة اللي بيحب إبراهيم. بس سارة بتخاف من إسماعيل خيه الأكبر منه أنه يأخذ ويشاركه بالميراث أكثر وأكثر، فبتضغط على إبراهيم تيطلع إسماعيل وهاجر من قلب العشيرة، وبيطلعن إبراهيم وبيبعتهم على أرض جديدة. وبيعيش إسحاق ضمن كنف إبراهيم. بيصير عمره 12 سنة إسحاق، بيطلب الله من إبراهيم أنه بدك تقدم لي ابنك ذبيحة. بياخذ كل المواد وبيطلع فيها على جبل موريا مع خادمه. بيربط ابن إسحاق على جبل موريا ويحط الحطب تيذبح ابنه ويقدمه ذبيحة. بيصرخ له الرب وبيقول له إبراهيم لا تقتل ابنك، في كبش محر كبش للحرق، حد منك على اليمين حرقه. بيجيب الكبش اللي هو الغنمة وبيحطها وبيذبحها. بعد ما بيذبحها إبراهيم بينزل ابن إسحاق وبينزل هو إياه على أرض عشيرته، بيعيش هونيك بالتقوى والإيمان والطاعة لله. من أهم صفات إبراهيم يا أحبة اللي مرت معنا هو أنه عنده إيمان مطلق بالله، بيطيع الرب، كريم، مضياف للغرباء. أيضا إبراهيم كان عنده علاقة بالرب والأنبياء، سمي خليل الله. تصرفاته مع الله كانت شكران، كان كل ما يعيش مع الله، كل ما يصير معه حدث يأدى يعمل مذبح ويشكر الله. طاع الرب واختتن هو بعمر كبير لأنه كانت الختانة هي علامة بداية شعب الله مع الرب، هو وولاده وعبيده. كان متميز بالإيمان العظيم والطاعة، خاصة أنه طاع الرب وقدم ابنه، كان بده يقدم ابنه ذبيحة. كانت علاقته بالناس قائمة على الصدق والأمانة والالتزام، لأنه كل عهد وكل ميثاق بيعمله مع الناس بذلك الوقت كان يكون اسم الرب هو الشاهد على عهده. كان قابل رئيس كهنة اسمه ملكي صادق. هذا الرجل رئيس كهنة باركه لإبراهيم وقدم خبز وخمر تقدمي لله وقت الحين حاضر إبراهيم. بولس الرسول بيقلنا الرب يسوع هو على رتبة ملكي صادق، كهنوت المسيح هو كهنوت تقدمة الخبز والخمر. كان عنده مكانة بضمير الشعب، النبي موسى تحدث عنه، النبي أشعياء تحدث عنه، الأنبياء كلهم تحدثوا عنه، اعتبروه بركة ونسله بركة لجميع الأرض. العهد الجديد تحدث عنه، قديس لوقا، قديس بولس وصفوه بأبو المسيحيين المؤمنين، وصفوه بحامل البركات، بالمبرر، بالإيمان. يعقوب الرسول بيقول أعماله الصالحة كلها سوا كانت مكللة بالإيمان. والرب يسوع بيقول عنه إبراهيم شاهد يومي وفرح. المسيح
جاب له فرح لابراهيم. يا اخوتي يا احبائي، اليوم قدامنا شخصيه كثير مهمه، شخصيه مرت بالتاريخ من زمان، ولكن لسه بنقدر نستفاد من صفاتها، نتعلم منها. فينا ناخذ من ابراهيم كثير امور، فينا ناخذ من ابراهيم الطاعه، فينا ناخذ من ابراهيم الايمان، فينا ناخذ من ابراهيم الصدق بالمواثيق. شوفوا قد ابراهيم عاش، قد كان ابراهيم بحب الرب وصادق مع الرب. نحن اليوم مع المسيح لدينا شيء افضل، بيقول بولس الرسول، لدينا شيء افضل مع المسيح. انتوا اليوم مع المسيح عندكم كل شيء، لذلك اذا التصقنا بالمسيح نفرح اكثر ما فرح ابراهيم، لانه بالمسيح نحن نحيا ونتحرك ونوجد، ولانه بالمسيح به كل شيء. لذلك يا احبه اليوم ما نفوت فرصه لنا نقدر نكون مع المسيح فرحانين، نعيش بحياه السلام كما فرح ابراهيم عندما شاهد يومه. والرب يعطينا ان نشاهد يوم المسيح كله فرح وسلام الى دهر الدائرين. امين.